بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بقى مساء الفل وقلبنا جامد لان احنا بالليل. كل مرة بنقول مساء الفل واحنا بالنهار. دلوقتي مساء الفل على كل الناس. ان شاء الله النهاردة معانا فئة تيبو هايلاين، الفئة التانية اللي الكراسي بيبقى فيها ارباك. اول حاجة العربية دايرة، مفيش اي لمبة ارباك منورة. العربية بسم الله ما شاء الله ما كملش لسه 5000 كيلو. ربنا يبارك لصاحبها يا رب. اللهم امين. عملنا فرش اسود والخيط البنط احمر، وعملنا الارضية اسود. طقم الدواسات ده جاي فيها، مش احنا اللي جايبينه، طقم الدواسات 3D او 5D سميه زي ما تسميه. ركز بقى في التقسيم، تفاصيل البونت في الدورانات، الحاجات اللي انت اتعودت معانا، الخيط الادوي. طبعا الفرش ده راكب، تشيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحتيه زي ما هو، مش متقطع، مش مفيش فيه اي ضرر. على قد ما بديك قبل ما بديك فرش كويس شكل خامه، بحافظ لك على الفرش الاصلي، لان لو حبيت تزهق من ده او ده عمره الافتراضي خلص هتشيله، هتلاقي الفرش اصلا تحت زي ما هو مش متقطع خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح برضو هنا ونتفرج. طبعا الكراسي قلنا فيها ايرباك، بنعمل احنا الكراسي بصوصت زي الاصلي من ناحيتين مش من ناحيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اسود خيط احمر، دي الفئه اللي بقى فيها مخدع اللي هي الثانيه. هما فئتين اصلا في الفئه تيبو. فتحات الحزام ركز فيها، تفاصيل دوراناتك برضه اللي فلك الناحيه الثانيه برضه. التصوير بالنهار مختلف برضه يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. عربيه من دمياط، ان شاء الله نكون شرفنا نفسنا وشرفنا اهل دمياط، والمشوار ما راحش هدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسود بنط احمر، معلش انا اسف لو التصوير في الفيديو ده مش واضح، بس بقيت الفيديوهات اللي على الصفحة التصوير بيبقى بالنهار. دي بعت عشان مش من المنصورة فمسافرة فمش هتبات، فانا بعتذر لو التصوير مش قد كده، بس انا بحاول على قد ما اقدر ابين لك كل حاجة. الناس اللي متعودة على شغلنا عارفة ان الشغل عامل ازاي يعني، الحمد لله بفضل الله. ماشي، اسف لو طولت عليكم. فئة تيبو 2021، الفئة التانية، كراسي ارباك، مفيش اي ضرر بالنسبة لينا احنا، بالنسبة للتوكيل فهو بيتلكك معلش يعني. اسود بنط احمر. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.